دي اول صوره صورتها حبيبك مع بقى. ده حبيبي وري. اول واحده مع سيلفستر ستالون خدها مني. قال لي ميك كوبي اوانت جبت مي والله اديتها له. كان في روكي وان بس زقني قمت ضرب ايده قلت له دون بوش مي وحكتها له. هو ناسى بس انا ما انساش حكتها له دلوقتي بقى. هو لما قلت له دون بوش مي قال لك ايه؟ ما رضاش يرد عليا. كان بيتكلم اصلا انا ما كنتش بتكلم انجليزي وهو بيتكلم مع ناس مخرج ومنتج على الافلام وانت عارفان انا غلباوي. نطيت عليه صورت معاه اقول له ماي كاميرا روك ماي كاميرا وصاحب الايطالي ماسك الكاميرا وهو مش عايز يبص عم زائقني. الصوره الثانيه زائقني ومتزايق ايده قلت له دون بوش مي. سكت ما رضاش يقول لي حاجه يعني. بس دلوقتي نبار. طيب طيب قوي يعني. اشهر بوسترات في اوضه مراهقين فتره الثمانينات كانت بوسترات روكي او بوسترات رامبو. سيلفستر ستالون عاش حلم لكل البنات بصوته وقصة شعره وعضلاته، وكان حلم لكل الشبان بجرأته وشكل جسمه وشجاعة أبطال أفلامه. ممثل ومنتج ومخرج وكاتب من أقدم أساطير هوليوود اللي لسه عايشة ومستمرة لحد النهاردة. علامة في تاريخ السينما ما تشبهش إلا نفسها. الله يجبر يا هنا بقى حبيبي. فات كم سنه بقى هنا من روكي؟ سنين 30. دي كانت ايه؟ هو في فيديو معايا انا وهو بيقول اي نو ذيس جاي 35 يير. 35 ييرز عارف من 35 سنه. وبعدين قال كلمه قال اي نو هيم مور فروم ماي وايف، يعني قبل ما اتجوز عرفني. او هنا بقى ايه؟ قال لي اتصورت كتير. قلت له الصوره بقى وانت بتضربني باليد. شفت بمثل حلوه ده ضربه على الفاضي بس انا بمثل. ولو تلاحظي الصوره اللي ورا هناك ماني باكياو بطل البوكس في هناك برضو بيضربني بس مش باينه بشوفيها بعدين ورا اللي هما ورا. ايوه برضو بيضربني. هو انت ايه بتصور فين يعني؟ صورك انت عنده على المطعم ده عرفني مشهور هتتصوري جوه انا ومحمد علي وماني باكياو ومعلقهم على الحيط يا سيدي. عامل لي شهره يعني الحمد لله.